طقس صيفي في عز الشتاء وتحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية بعد كسر 30 درجة. أهلا بكم مشاهدي الوطن في كل مكان، وخدمة إخبارية جديدة ومهمة ومتابعة لحالة الطقس. ولأول مرة في شتاء 2023 درجة الحرارة في القاهرة الكبرى بتسجل النهاردة 30 درجة مئوية، يعني رقم يعني غريب جدا جدا إن احنا في عز فصل الشتاء الحرارة توصل ل 30 درجة مئوية وموجة حارة شديدة على مصر خلال هذه الأيام. مش بس كده، دي كمان هتتجاوز حاجز ال 30 درجة مئوية خلال يوم الخميس الموافق 2 مارس. ذروة الارتفاع في درجة الحرارة خلال الشتاء الحالي هو ده اللي بنعيشه خلال اليومين الحاليين. طبعا طقس غريب جدا، عشان كده هيئة الأرصاد الجوية أصدرت عدة تحذيرات ووضحت إن مصر بتتأثر برياح جنوبية دافئة تتسبب في رفع درجات الحرارة على كل قطاعات الجمهورية خلال هذه الفترة. بالإضافة طبعا لظاهرة تانية مؤثرة خلال فترة النهار، وهي الأتربة العالقة اللي بتسبب انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية. أكيد موجة الحارة عاملة قلق لبعض الناس، وإزاي هنتعامل معاها وإمتى هتنتهي هذه الموجة، ده اللي هنعرفه دلوقتي عبر اتصال هاتفي مع دكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية. أهلا بيك يا دكتور منار. أهلا بيك دكتور عثمان، وأهلا بكل متابعي الوطن. يعني في البداية، إيه سبب الحر الشديد في عز فصل الشتاء؟ خلينا نقول ان احنا بالفعل بنشهد ارتفاعات في درجات الحراره، يمكن كمان ذروه الارتفاعات اليوم وغدا، لان احنا العظمى على القاهره الكبرى بتتجاوز ال 30 درجه مئويه خلال فتره النهار، المناطق الجنوبيه 34 35 درجه مئويه خلال فتره النهار، فاجواء اشبه بالاجواء الربيعيه، لان احنا بنتاثر بمصادر كتل هوائيه قادمه من الصحراء الشرقيه والصحراء الغربيه، من غدا هنتاثر بكتل هوائيه قادمه من الصحراء الغربيه، فده اللي هتؤدي لارتفاع درجات الحراره فتره النهار بشكل كبير. وجود المرتفع الجوي الموجود في طبقات الجو العليا بيساعد بشكل كبير على ارتفاع درجات الحراره وزياده فترات سطوع اشعه الشمس، عشان كده احنا فتره النهار بالفعل بنحس بالاجواء الحاره على اغلب محافظات الجمهوريه ده خلال فتره النهار، ويمكن كمان وقفنا تحت اشعه الشمس وتعرضنا لاشعه الشمس بيخلينا نحس اكتر بارتفاع درجات الحراره. خلال فترات الليل اول ما اشعه الشمس بتغيب بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، بيكون فرق بين النهار والليل احيانا 14 و15 درجه مئويه، خاصه في ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر اجواء بارده على اغلب محافظات الجمهوريه، فاحنا لازم ناخد بالنا من اختلاف درجات الحراره من فتره النهار. احنا لسه كنا بنقول على تحذيرات الارصاد الجويه، وده اول تحذير معانا ان الناس تاخد بالها ما نتسرعش في تخفيف الملابس، لان الحراره بالليل لسه بارده وفرق 14 او 15 درجه، فلو حد خفف ملابسه ممكن يتعرض لنزلات برد بسبب الاختلاف الكبير في درجات الحراره. بالفعل حتى لو خففنا فترة النهار يكون معانا جاكيت لفترات الليل، ويكون فترات الليل لازم تكون فيها ملابس شتوية خلال فترة الليل المتأخر فترة الصباح الباكر. بالإضافة كمان إن احنا اليوم المرتفع الجوي الموجود في طبقات الجو العليا بيساعد على حبس كل الملوثات في طبقة قريبة من سطح الأرض، فاحنا هنلاحظ اليوم وجود أتربة عالقة وشوائب عالقة في أغلب محافظات الجمهورية هتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية خلال فترة النهار. طبعا احنا كان فترة الصباح الباكر في شبورة مائية كثيفة وأدت لانخفاض في الرؤية الأفقية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، فترات النهار هيكون في شوائب وأتربة عالقة خلال فترة النهار. متوقع غدا يكون في نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على أغلب المحافظات الشمالية. ده تاني تحذير معانا، إن في رياح مثيرة للرمال والأتربة، فالناس اللي عندها بعض الأمراض والحساسية تاخد بالها من الأتربة العالقة النهاردة والرمال والأتربة اللي موجودة بكرة. بالفعل والاتربه والرمال المثاره بيؤدوا لانخفاض الرؤيه الافقيه كمان على الطرق، فمرضى الاول الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه لو احنا هنخرج النهارده او بكره يفضل ان احنا نخرج واحنا لابسين الكمامات. بكره ان شاء الله كمان لان هيبقى فيه رمال مثاره، كمان يفضل القياده طبعا على بهدوء تام على اغلب الطرق يعني طول فترات اليوم، لان فتره الصباح في شبوره فترات النهار في انخفاض رؤيه افقيه بسبب اتربه او رمال مثاره، فلازم تكون القياده بهدوء تام لان الظواهر دي بتؤدي لانخفاض رؤيه افقيه بشكل كبير كمان وبشكل ملحوظ. يعني احنا بنقول الاجواء دي احنا هنوصل ثروتها غدا الخميس ان شاء الله، لكن متوقع مع يوم الجمعه يحصل انخفاض في درجات الحراره وانتصار لموجه ارتفاع درجات الحراره. ده كان فعلا سؤالي اللي جاي، امتى تنتهي هذه الموجه الحاره؟ هي ان شاء الله هتنتهي يوم الجمعه وتبدا تنكسر وتنخفض درجات الحراره، لكن طبعا هي مش هتنخفض بالشكل الكبير وترجع تاني للاجواء البارده فتره النهار او الانخفاض الملحوظ اللي احنا كنا بنشوفه في شهر 2 فترات النهار. يعني انخفاض تدريجي مثلا، يعني هتنزل شويه شويه.
بالفعل درجات الحرارة تبدأ تنخفض انخفاض تدريجي، يعني احنا بنقول 27 درجة مئوية يوم الجمعة القادمة على القاهرة الكبرى، مع باقي أيام الأسبوع 26 تدريجيا، نهاية الأسبوع المقبل توصل 23-24، فدرجات الحرارة تدريجي تبدأ تنخفض تعود للمعدلات، لأن احنا خلال هذا الوقت من العام وتحديدا اليوم وغدا أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 8 درجات. المعدلات الطبيعية في شهر مارس بتكون 23-24 درجة مئوية، فاحنا أعلى من المعدلات بشكل كبير. تدريجيا درجات الحرارة تبدأ تعود للمعدلات. فترات النهار فترات الليل اللي ناخد بالنا منها بشكل كبير، لأن احنا فترات الليل هنحس أكتر في الأيام المقبلة إن شاء الله بعد انتهاء موجة ارتفاع درجات الحرارة بالأجواء الشتوية مرة أخرى، والأجواء ما بين البردة الشديدة البرودة. احنا الفترة دي بتكون فترة تقلبات جوية، فترة انتقالية بتنقلنا كده من فصل الشتاء لفصل الربيع. الفترة دي تقلبات جوية حادة وسريعة خاصة في درجات الحرارة، يوم هنلاقي في ارتفاع وانخفاض، في تاني يوم هنلاقي في انخفاض، ففي تقلبات جوية في درجات الحرارة، تذبذب بين الارتفاع والانخفاض الى نهايه فصل الشتاء او انتهاء شهر 3. فعشان كده احنا بناكد الى انتهاء فصل الشتاء ناخد بالنا بشكل كبير من نوعيه الملابس، بلاش تخفيف ملابس بشكل كبير خاصه ساعات الليل المتاخر فتره الصباحيه. انا لسه كنت اسالك، هو كده فصل الشتاء انتهى ولا لا؟ ده سؤالي اللي عند كل الناس بتشوفنا دلوقتي، فصل الشتاء كده انتهى ولا لسه ما انتهاش؟ اعتقد حضرتك جاوبت ان لسه الشتاء ما انتهاش، وناخد بالنا في هذه الفتره في نهايه فصل الشتاء وبدايه الربيع والتقلبات الجويه الحاده، وطبعا المتابعه اليوميه للارصاد الجويه. بالفعل احنا بنقول دي موجه وهتنكسر ويحصل تاني انخفاض في درجات الحراره، لكن احنا بناكد ان احنا دايما بنعتاد مثل هذا الوقت من العام على موجات ارتفاع في الحراره وموجات انخفاض في الحراره، بس برضو ناكد ان احنا اكيد درجات الحراره فترات النهار مش هترجع تاني تنخفض بالشكل الملحوظ اللي كنا بنشوفه في فبراير اللي بتوصل ل 16 و17 درجه مئويه، لان كمان زي ما قلنا في الاول المعدلات الشهريه في شهر 3 بتكون اعلى من شهر 2، فهتبدا درجات الحراره فتره النهار ان شاء الله تكون دافيه شتويه دافيه معتدله فتره النهار، فترات الليل ان شاء الله خلال الايام المقبله تكون بارده الى شديده تكون. دكتوره منار غانم عضو المكتب الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، بنشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. شكرا يا فندم. شكرا. زي ما حضراتكم سمعتم تحذيرات مهمه جدا جدا من هيئه الارصاد الجويه من ارتفاع درجات الحراره، والذروه هتوصل يوم الخميس ل 32 درجه على القاهره، توصل للصعيد ل 35 و36. تحذيرات ثانيه هامه جدا خاصه طبعا بالرمال المثيره، الرمال والاتربه هتبقى مثيره النهارده وبكره، وتحذيرات لكل الناس والناس المرضى الحساسيه بالذات، والناس كمان اللي بتسوق على الطرق وقياده السيارات. تحذيرات مهمه جدا جدا من هيئه الارصاد الجويه عن حالة الطقس خلال هذه الأيام، لكن هذه الموجة الحارة يومين وهتنتهي ونرجع تاني للأجواء الشتوية، فده تحذير مهم جدا جدا ما نتسرعش بتخفيف الملابس، خاصة الناس اللي بتخرج في فترات الليل المتأخر والصباح الباكر عشان نتفادى الإصابة بنزلات البرد. أكيد متابعة مهمة جدا جدا لحالة الطقس بشكل يومي عبر تلفزيون الوطن، استنوها معانا كل يوم. كان معكم مصمون إبراهيم، شكرا جزيلا لكم.